مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، معكم بيترا بدر، واهلا وسهلا بقناة الابيض تي في. بدنا نحكي عن الانتخابات ايران وشو حتأثر على المنطقة. بليز بالاول ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وكمان تفعلوا زر الجرس كرميل يوصلكم كل شيء جديد. سيداتي وسادتي، مثل ما عم نشوف هلا مؤخرا تغيير سياسي. كان في فيديو منزلته على قناتي اسمه ما قبل 5 ابريل ليس كما بعده. اول شيء شفناه بهذا الفيديو كنا عم نحكي فيه انه حيصير في معاهدات اذا بدكم، او اتفاقات، او محاولة معاهدات بين عدة دول كل عمرها كانت قاعدة، واولهم ايران، باتفاقية بين ايران وامريكا بفيينا بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وكمان بمساعدة الجيش العراقي والمخابرات العراقية. في عنا تواصل بين إيران وأيضا بين السعودية، كمان ما بدنا ننسى دور قطر هون ودور كمان الإمارات. أوكي؟ طيب، هلأ بمنتصف جون يونيو حزيران في عنا الانتخابات لرئاسة جمهورية إيران. أوكي؟ إذا بتحبوا نسميها رئيس جمهورية إيران. أول شيء بحب أخبركم أن الرئيس اللي حيجي هو عنده قدرة بس حوالي 20% من القرارات بالدولة، والقرار الأساسي يرجع دائما للخامنئي الذي هو مع حفظ الألقاب طبعا، الذي هو يقرر تقريبا كل شيء من أصغر الأمور إلى أكبر الأمور. تقدم أول شيء إلى الرئاسة حوالي 520 شخص، بينهم نساء شجاعات، بينهم ناس بيعتبروا أنه هن قادرين أنه يكونوا رؤساء جمهورية وعندهم العقل المنفتح وعندهم فكر خاص عن إيران المستقبلية. في كمان منهم اللي عندهم فكر الشاه، وكمان أيضا منهم اللي هن كانوا موظفين بالدولة أو كانوا رؤساء خارجية أو بالجيش، ويعني في كتير ناس تقدمت. من هول 520 تقريبا فقط 7 قبلوا. أوكي، المجلس الدستوري قبل بس 7، سبعتهم اعتبرهم قادرين إنه يكونوا رؤساء. في 5 من النظام إذا بدكم المتشدد، واثنين أوكي يعتبرون أكثر إذا بدكم انفتاحا. كان في فيديو منزلته وتحقق هذا التوقع، بحيث قلت إنه بإيران أرى إنه الدولة أو الحكومة أو اللي بتحبوا تسموها رح تستبعد الكثير من السياسيين الإيرانيين، وتحقق هذا الموضوع إنه حتى أحمدي نجاد وكثير من الناس اللي كان بدهم يكونوا جزء من الانتخابات لم يسمح لهم هذا الموضوع، بلش يطلع فضائح أو تركيبات إذا بدكم. طيب، إلى أين نحن نتجه؟ في عنا 7 فقط، 5 من المتشددين والاثنين من نوعا ما من المنفتحين. إذا إجا اثنين من هول شوي نوعا ما منفتحين، بنعرف إنه إيران عم بتدلع إذا بتكون أمريكا والسعودية، بحيث القرارات التي ستصدر عن إيران سوف تكون يعني قرارات إذا بتكون أو اتفاقيات مع الدول الخارجية سوف تكون هيك شوي مريحة. أما إذا كان واحد من 5 المتشددين، فنحن نعلم إذن إنه إيران حتدلع ماشي بسياستها نوعا ما الاستبدادية وتخصيب اليورانيوم، وأيضا إذا بدكم يعني البول والبوش، يعني الأخذ والعطاء مع دول العالم ومحاولة فرض. أنا شخصيا بلاقي أنه هول 7 ما حتفرق، لأنه القرار حيرجع للخامنئي، وطبعا طالما الخامنئي هو الذي سيقرر كل شيء، إذا يعني نحن نوعا ما بنفس السياسة. طيب، خلينا هيك نزيد توقع، يعني أنا بعتبر أنه حيجي واحد من 5 المتشددين وليس واحد من 2 المنفتحين، ولكن الله أعلم. بس مثل ما كان أنا برجع بكرركم أنه بالنسبة لي 7 هم مثل بعضهم. طيب، إلى أين نتجه؟ حأعمل توقعات عملتها قبل بإيران، رح حط أنا الفيديو في رح بالديسكريبشن، حتلاقوا 2 أو 3 فيديوز إن شاء الله عن إيران. أوكي، فيهم توقعات بتقول إنه إيران سيتغير وجهها وسوف نتجه إلى الربيع الإيراني وليس الربيع العربي. كتير ناس تفاجأت قالوا لا، هذا شيء من المستحيلات. نعم، أنا أرى ثورة كبيرة في إيران، ليست قريبا، ليست مباشرة بعد انتخابات الرئاسة، ولكن بسنة 2021 أرى إنه إيران حيكون فيها ثورة جدا كبيرة
بحيث سنتجه إلى إسقاط النظام سنة 2022 أو محاولة إسقاطه. أوكي، نحن ب 2022 مش عم نعمل توقعات، ولكن بعد 2022-2023 يعني بهيدي المرحلة خلال هيدي السنتين أنا بشوف تغيير جدا كبير للنظام في إيران. أولا أرى تغيير في النظام الدستوري والنظام البرلماني، أرى تغيير الكثير من القضاة وتغيير الكثير من القوانين، التخفيف من فرض الشريعة الإسلامية بالطريقة التي هي مفروضة في إيران، أرى وجوه شبابية جديدة. ما تسألوني كيف، أوكي أنا ما بعرف كيف، ولكن توقعاتي مثل ما بتلاحظوا كل حوالي أسبوعين عم بعرض عليكم حوالي 10 توقعات اللي عم بتصير. أوكي، يعني الكثير من توقعاتي تحصل، وليس الكثير بل أكثر من الكثير إذا بتكون. إذا أرى أنه في شباب جديد بإيران، أرى أوجه يعني وجه جديد بإيران يحكم. أوكي، انتبهوا يمكن يكون بالاتفاق، انتبهوا أنا لا أقول أنه حيكون في ثورة سوف تدمر إيران، لا، ممكن بالاتفاق، ولكن أرى تغيير في القوانين، أرى تغيير في الدساتير، أرى تغيير في فرض الشريعة الإسلامية على كافة تفاصيل حياة البشر، أرى شخص يحاول منافسة ولي العهد السعودي بالانفتاح وبنشر الإسلام بطريقة منفتحة، أرى إيران مزدهرة اقتصاديا ليس سياسيا عفوا اقتصاديا وتجاريا، وتجارتها وبضاعتها سوف تنتشر بدول الشرق الأوسط وأمريكا وأمريكا. أوكي، كما أرى أنه حيصير في عدة علاقات دبلوماسية بين العالم وإيران، أرى رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، أرى أزرع إيران في الشرق الأوسط تختفي. أوكي، انتبهوا أنا يعني ما عم أقول أنه حيصير في ثورات وقتل وإجرام، لا، ولكن لا أعرف كيف، أقول لكم لا أعرف كيف، بس أنه في شيء حيتغير بإيران. أنا أرى أنه في الربيع الإيراني حيصير بإيران والكثير من التغييرات. أوكي، حتقولوا له هذا الشيء من المستحيل، أوكي، بالنسبة لي ما في شيء مستحيل، سبحان الذي يغير الأحوال. أوكي، هذا شيء فيني بكل البلدين، سبحان الذي يغير الأحوال، ونحن على هذا الشيء منتكل بكل شيء بحياتنا، منتكل على ربنا اللي بيغير الأحوال، غير هيك ما في شيء بيدنا. أوكي، إذا طاقة إيران تتجه إلى هذا الموضوع، بشوف أنا أنه أزرع إيران حتبلش تخف من الشرق الأوسط ببداية نهاية 2021. أوكي، العقوبات بتنرفع عن إيران وإيران تزدهر في التجارة وتزدهر في السياحة، بيكون لها دور بالشرق الأوسط ولكن دور مختلف جدا. حنلاقي نحن السواح إيرانيين بالمنطقة هيدي عنا، حنلاقي دور إيران كمان بتجارتها وبتصدير البترول لمنطقة الشرق الأوسط ولا عدة مناطق بالعالم. بشوف انه الاتفاق الايراني والصيني سوف يكون ناجح جدا، كمان مش عم بشوف انا اتفاق روسي ايراني. اوكي، وكمان بشوف انا اتفاق استرالي ايراني، ما تسالوني كمان بالتفاصيل ما بعرف فعلا عن جد لحد هلا انا بعد ما بعرف، ان شاء الله لما نقرب اكثر على مواضيع بنقدر من بعد ما يصير هيدا الالهام نوعا ما يتحقق بصير في عنا ماده سياسيه ممكن ان نبني الالهام عليها ومن بعدها نحلل السياسه. اوكي، هذا بالنسبة لتوقعات إيران. ما بيهمني هلأ بالانتخابات شو حيصير فعليا بعد الانتخابات، يعني ليس بأسبوع وأسبوعين ولكن ببضعة أشهر سوف نرى تحركات سياسية غريبة وثورات سياسية غريبة وعدة فضائح. كمان نرى أنه يتوجه نظر العالم إلى المرأة في إيران، بحيث يعني رح ينعرف أنه الكثير من الإنجازات النووية وتخصيب اليورانيوم والفضائية حيكون وراها نساء إيرانيات وليس رجال. بنتمنى كل الخير للشعب الإيراني وللشعب العربي، بنتمنى وأخيرا يا عم السلام بالكون. بتمنى تشوفوا الفيديوز اللي توقعت فيها كل شيء عم بيصير هلأ حاليا بدولنا، اللي هو الاتفاق الإيراني الأمريكي والاتفاق الإيراني السعودي وعدة أمور ما كان حدا متوقعها. شكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة، نرجع نلتقي معكم بفيديوهات جديدة.